بتندلع كده، فك شويه، فك يا بنت، صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما هي دي المصيبه يا اختي. تهت والإناها، انا انده للبت سوريا اخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوه المحمص. اسيبك بقى للاستباحه بتاعتك. ما دام الحكايه وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك ازاي بتهاوى على الحجر. ممكن اعرف يا ابو سنه لحد امتى هتفضل سايب المره اللي انت بليتنا بيها دي طايحه يمين وشمال، وفي الاخر تاخد كرامه وتروح عند حنتومه من ورايا؟ حنتومه؟ وايه اللي ودى كرامه عند حنتومه؟ انت بتسالني يا ابو سنه؟ خلاص يا حاجه انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمه البت دي واكله دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمة الكلام ده. طيب يا حاجة، افرض حد قاطرها وهي واخدة كرامة ورايحة بيت زي ده، وجايز نتشام وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنة في الظهر. مش أنا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد إيه، ولا زن المحروسة على ودانك نساك عرفنا؟ ما نسيتش حاجة ولا حاجة، ده أنا لسه ضاربها علقة موت دلوقتي. وهتكسر ضلوعها ورميتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. عليا انا الكلام ده يا ابو سنه وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم ونبضر رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مره. يا حاجه ما انا قلت لك. بس ما عندناش وقت للكلام ده، الشغل اللي جاي هو الاهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت انا مصدره خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكه، قلبه تحت رجليه، مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هات يا جماعة يا رب. بعدين لحاجة أنا هعيشها لك. مش فاهم. إيه رأيك في فريدة بنتي؟ إنها طالبها لمين؟ براءة؟ ده عيل عفش ولمة ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار، هو يعرف يقعد قعدة زي القعدة دي؟ أنا رأيي كده. لا 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 لا. شوف بقى خميس، الواد براءة ده رغم إنه شغال معانا إنما تحس إنه براني مش أصلي، وإحنا صعايدة ما نديش بناتنا لحد بره أبدا،
وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي ازرع لها شجره جدرها واصل لسابع ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ أنا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده أنا ماليش فيه، وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شوية بس يا سوريا، ما تبقيش كابسة علينا قوي كده. معلش يا باشا، أنا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تذبحني. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا، فكوا الكيس أنتوا الأول. أنت إيه، بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي أنت بتقوليها دي لو طلعت صح، ليكي عندي مكافأة ما تحلميش بيها. دي بضاعة بمئات الألوف يا باشا. يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومه. انت واثقه من المعلومه دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا اما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت بميت راجل وانا جايبه لك الاوكي. المهم المكافاه دي قد ايه يا بت؟ لمي نفسك. استنى بس شويه يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بت؟ عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يما، وإن كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة، ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يما. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفله. خلاص الجفله بقت بضبه مفتاح والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا أس. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وجاري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة، ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. مظبوط. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا أس. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. كانوا
مساك الخير يا فندينا. ايه؟ بتقول ايه؟ انت مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكة انت دلوقتي. هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقول لي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريحي انت شويه، هقول لك بعدين. طب ما تقول لي دلوقتي، تقول لي بعدين ليه؟ بقول لك ايه؟ سكه انت عشان عايز ابويا دلوقتي. ما تقول لي بقى وتريحني. علي. ابن الميت لحربته. مشكورة سعادة البيه. يا نار الجل. بعد إذنك يا بيه. بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟